عليكم ورحمة الله. نحن الآن في مدينة تلبيسة. طبعا معظم سكان مدينة تلبيسة يمتهنون الزراعة. يحد مدينة تلبيسة من الجهة الغربية قرية جبورين العلوية. طبعا معظم الأراضي التي يمتلكها أهل تلبيسة القريبة من هذه القرية تم الاستيلاء عليها من قبل الشبيحة، تم سرقة محاصيلها أو حرقها. طبعا كما يحد مدينة تلبيسة من الجهة الشرقية قرية الأشرفية الشيعية، طبعا الموالية للنظام. طبعا كمان معظم الأراضي التي يملكها أهل تلبيس القريبة من هذه القرية طبعا تم الاستيلاء عليها من قبل شبيحة هذه القرية. طبعا لا يستطيع المزارع الذهاب إلى حقله ورعايته. طبعا نحن الآن في موسم حصاد الزيتون، انظروا إلى أشجار الزيتون ماذا حل بها طبعا بسبب سوء الرعاية. طبعا سوء الرعاية ناتج عن عدم قدرة المزارع إلى الذهاب إلى حقله طبعا بسبب القصف المستمر على المدينة منذ أكثر من سنتين. انظروا إلى معظم هذه الأشجار ماذا حل بها. طبعا بسبب سوء الرعاية، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.